المستشفيات اللي استقبلت الحالات من اول يوم الى النهارده هي مستشفى الصداقه التخصصي، مستشفى المسله، المستشفى الجامعي، مستشفى دراو المركزي. اجمالي حالات الوفيات اللي تمت من خلال المنطقتين دول في المستشفيات بغض النظر عن لهم ليه علاقه بالحاله المرضيه اللي احنا بنتكلم عليها او غيرها، كانوا خمس حالات وفيات لم يتاكد ارتباط الحالات بالحدث. حاله خضعت لسحب كامل لكل العينات وكانت سلبيه لجميع انواع الميكروبات، وحالتين من خارج المنطقه، وايضا بعض الحالات كانت تحت علاج الامراض المزمنه زي ما قلنا، زي قصور بالشريان التاجي ومرضى الفشل الكلوي المزمن. النهارده واحنا بنتكلم ابتدت معدل تردد الحالات، وانا هنا بتكلم ليه؟ لان هناك ناس بتخلط ما بين كلمه تردد الحالات والحالات اللي بتم حجزها. لما بنتكلم على تردد الحالات ده اجمالي الحالات اللي هي عدت على المستشفى، اما اللي تم حجزها هو اللي دخل حصل اقامته داخل المستشفى سواء في الغرف العاديه او في غرف العنايه المركزه. متوسط التردد اليومي الان واحنا بنتكلم ما بين 18 ل 19 حاله يوميا في كل محافظه اسوان، في كل محافظه اسوان، وده معدلات عاديه جدا اذا اعتبرنا ان معدل الاصابه بالامراض المعويه والاسهال عامه له بيان على مستوى الدوله، بيحسب بكل 100,000 مواطن حوالي 213 او 203، ودي المعدلات العاديه لكل 100,000 مواطن. فبالتالي احنا فكره التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعويه ده حاجه متعودين عليها، ما هياش حاجه جديده. وبالتالي ثبات عدد الحالات ونزولها الترددات اليوميه، وكمان الجديد ان ما عادش في حالات بتيجي من اللي تحتاج الى عزل او تحتاج الى دخول الى المستشفى سواء في الغرف العاديه او في غرف العنايه المركزه، وده معناه ان حصل زياده في وعي المجتمع الاسواني، فلما ابتدى يحس باي مشكله بسيطه بقى يروح للمستشفى ياخد المحلول العلاج عن طريق الفم او ياخد الادويه البسيطه جدا وبيرجع وبيتحسن حالته وتنتهي المشكله. يمكن اللي حصل في الفتره الاولانيه هو عدم درايه المصابين، فابتدي كانوا بداوا يعالجوا نفسهم في البيت ومنهم اصحاب الامراض المزمنه، ده اللي خلى ان في بعض الاعداد تبقى محتاجه تخش العنايه، وان هم بيتماثلوا للشفاء ايضا بعد ما احنا زرناهم.